كلمات ما تدعوش غيرهم. آيات المنافق الثلاث، إذا أؤتمن خان، وإذا أحدث كذب، وإذا خاصم فجر، فجر، وإذا خاصم فجر. أقسم بالله ما بيعمل غير الثلاثة دول. إن أنا الأول عايزة أتأسف على الكذب اللي كذبته عشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة. انت ولا مره كان عندك مشكله معاها انها ست تخينه؟ لان هي قالت انه ده كان مشكله، ان انت دايما بتقول لها انت بقيتي في تخن والدتك، وانا مش عايز ابص لك ولا اشوفك. لا ما حصل، عمري ما قلت لشيرين كده. انسان بيتهمني اني انا تخنت وبقيت شبه امي، وانا عايز واحده اتباهى بيها قدام الناس. هل انت فعلا كنت عنيف مع شيرين؟ انا عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست في حياتي، مش تربيتي طبعا. ده غير الخناقات اللي كان فيها ضرب ضرب وسحل على الارض، ضرب وسحل وشتيمه عمري ما انسانه تقبلها على نفسها. على فكره انا من اليوم ده لحد الصبح اللي احنا كنا فيه ده، علاقتي بشيرين ما كانتش موجوده. انا ما كنتش في حياه شيرين اصلا. هو كان بيتردد على البيت عشان احنا كان عندنا شغل، وكنت بحاول اهل البنات ان هو خلاص ما مشيش من حياتي. هي فعلا حلقت شعرها قدامك؟ هي دخلت عملت كده وخرجت لي عامله كده. انا اصلا اول ما شفتها اغمى عليا مبدئيا، ارض ونهارت من العياط، انه ليه شيرين انت ما حلقتيش شعرك؟ مش انت اللي حلقتي شعرك، هو اللي حلق لك شعرك. ما هو الانسان اللي قدامك لما يوصلك لكده يبقى هو اللي عمل كده. انا راجل عندي كارير على فكره وبشتغل، يعني انا كان عندي فلوس اكتر منها وانا بشتغل اقل من شيرين بكتير. انت اما جيت تتجوز شيرين انت كان عندك فلوس اكتر من شيرين؟ بصي، هو انا فوق، انا كنت فوق قوي والحمد لله ما زلت، وهو كان ما هو كان تحت، هو ما عرفش يطلع لي فوق، فهو نزلني، هو حاول ينزلني لي تحت. والدته ووالده ما يقعدوش يقولوا لي اصل تضيعتي عمر الولد، الولد ما بقاش بيشتغل. طب ما هو طول عمره ما بيشتغلش، طول عمره قاعد ما بيعملش حاجه.